ثم يقول السائل: ما حكم التصوير بالكاميرا العادية وكاميرا الفيديو واقتناء صورها؟ لا يجوز التصوير مطلقا، لا بالكاميرا ولا بالرسم ولا بالنحت، تصوير لا يجوز بجميع أنواعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، ويؤمر يوم القيامة أن ينفخ الروح في كل صورة صورها في الدنيا، وهو لا يستطيع نفخ الروح، وإنما هذا من تعذيبه، من شدة تعذيبه والعياذ بالله. فلا يجوز التصوير بجميع أنواعه إلا للضرورة، تصوير الذي يحتاج إليه الإنسان في معاملاته في سفره، في مثل التصوير للجواز، بطاقة حفيظة النفوس، بطاقة الشخصية، رخصة القيادة، هذه أصبحت ضرورية رخص فيها للضرورة ولا يتعدى محل الضرورة. نعم.